أهلا بكم من جديد. نبدأ من الشأن المحلي، فتحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، نظم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF حفل التخريج السنوي لخريجي برامج الدبلوم والبكالوريوس التي يطرحها المعهد بالتعاون مع جامعة بنغور بالمملكة المتحدة. وقد شملت برامج الدبلوم والبكالوريوس تخصصات علوم الصيرفة والتمويل والدراسات التجارية والمالية والمحاسبة والصيرفة. ومن ضمن الخريجين حصل 8 طلاب على أفضل أداء من جامعة بنغور مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى. وخلال الحفل قام محافظ المصرف المركزي بتوزيع شهادات الدبلوم لطلبة المعهد متبوعا بنائب رئيس جامعة بنغور الذي قام بتسليم شهادات البكالوريوس وتوزيعها على الطلبة الخريجين. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7411 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.45% كما هو موضح على الشاشة. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6927 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.1%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4438 نقطة بانخفاض بلغت نسبة 0.16%. وبالنسبة لبورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1310 نقاط بانخفاض بلغت نسبة 0.46%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,399,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 536,000 دينار تم تنفيذها من خلال 89 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 44% من القيمة الإجمالية للأسهم. كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة ما نسبته 1.29% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. في خبر آخر، قال مسؤول في وزارة التجارة اليابانية إن شركة أرامكو السعودية العملاقة ستضيف 1.9 مليون برميل من الخام لمخزوناتها التي تحتفظ بها في اليابان يوم الأربعاء المقبل. وتأتي الخطوة في الوقت الذي ترفع فيه اليابان اعتبارا من الشهر الحالي طاقة تخزين الخام التي تعيرها لأرامكو مجانا بنسبة 30% إلى 8.2 مليون برميل بموجب اتفاق مسبق بين البلدين. ومقابل التخزين المجاني في أوكيناوا في الجنوب يكون لليابان الأولوية في السحب من المخزونات في حالة الطوارئ. هذا وتعتبر اليابان مشاهدين أكبر سوق للخام السعودي، ولكن الخام في أوكيناوا يجري توريده إلى الصين وكوريا الجنوبية أيضا وغيرهما، حيث تخزن أرامكو الخام في أوكيناوا منذ أوائل 2011 دون مقابل. إلى ذلك، ذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن وزير الطاقة السعودي اتفق مع نظيره الإماراتي على إمكانية دراسة تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي بعد مارس 2018. وأبدى الوزيران ارتياحهما تجاه تحسن العوامل الأساسية بسوق النفط الذي تسارع بدعم اتفاق خفض الإمدادات. إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما ناقش وزير النفط السعودي احتمال تمديد الاتفاق العالمي على خفض إمدادات النفط بعد مارس 2018 مع نظيره الفنزويلي والكازاخستاني. وساعدت أنباء المحادثات أمس الأحد على تبديد أثر الضغوط النزولية على أسعار النفط وسط مخاوف من احتمال تضرر الطلب على الطاقة بشدة جراء الأعصار إيرما وتبعاته. في دبي دفع انطلاق معرض سيتيسكيب، وهو أهم معرض عقاري دولي في المنطقة، دفع أسهم بعض شركات التطوير العقاري للصعود، مما ساهم مشاهدين في تحقيق مكاسب على نطاق السوق الأوسع نطاقا. وقد توقع محللون اقتصاديون أن تشهد الأسهم الإماراتية ارتفاعا مع اتجاه الأجانب لشراء أسهم العقارات بالتزامن مع المعرض العقاري الهام، وسط توقعات بحضور 40 ألف زائر في الدورة 16 للمعرض العقاري الأكبر
في المنطقة. ومع إتاحة البيع للمرة الأولى في تاريخ المعرض للمشاريع المقامة داخل الإمارات، يستعد عارضون من بينهم الدار العقارية وداماك وديار للتطوير ودبي العقارية وجميرة جولف ستيت ومجموعة بيان ونخيل والاتحاد العقارية لإطلاق مشاريع جديدة وتقديم عروض حصرية بهدف جذب المستثمرين.